العياش الزماه يخرج من الحبس ويعاود يتشد، والمغزاوي في حالة تفتيش. حبيت نفهم هذه انتخابات ولا بالحق بالرسم؟ ما عادش فاهم شيء خي، ما تحشموش على ارواحكم. ها خايف من معناها رئيس يجري وحده بدون مراقبين، انتخابات بدون حضور اعلام، بدون مترشحين، مازلتوا خايفين؟ خي ما تحشموش بالحق، خي ما تحشموش معناها. مش عارف اخويا الناس هذوما كيفاش، هذه فضيحة العالم. اخي راهو الرئيس يدخل بالصندوق يخرج بالصندوق ولا يقعد بالصندوق، هذا صندوق، هذا كفني معلم. هذا منداف. يا ودي دخل الكل الحبس، بعد يقول لك رئيس مين؟ رئيس مش شرعي، رئيس مش شرعي، ما هو توا، ما هو توا الى حد الان رئيس مش شرعي. فهمونا، انتخابات ويكلوها كيما ناس، هذه انتخابات ولا من داف؟ فهمونا حاجة، هادي رانا نعملوا في انتخابات مش نختاروا رئيس، ماهوش من داف هذا. اللي يترشح شد الحبس. والله قعدتوا تكركيرة في العالم الكل. بعد اسمع كجماعة يحيى باباي، كجماعة كونوني يا ملك كونوني. خي ما تحشمش انت، ما زلت تقول يا توانسة اهبطوا، لا اهبطوا صوتوا على رقم ثلاثة، تيما ثلاثة وما سبعة يا صاحبي، تيما ثلاثة وما سبعة يا ودي رئيس غير شرعي، مش انتخابات. علاش مش يا ودي رئيس وحده وزاد حطه في الحبس، حتى المغزاوي حطه في التفتيش، الوكيل الجمهورية اللي افرش على المغزاوي دخلوا للحبس، الوكيل الجمهورية منوبة اثنين وقفوا على الخدمة. انتي راكم تحكيو، ماكم مش تحكيو على انتخابات، راكم تحكيو على منداف، تحكيو على مسرحية. بعد وجماعتك يحيى باباي يا لوليات لوليات، يلا لازمكم تهبطوا نهار ستة، نهار ستة موعدنا التاريخي. اما تاريخي يا صاحبي؟ ايش من تاريخي؟ على شكون باش تصوت على الحيود؟ والشعب مقاطع، الناس مش معترفة بي رئيس مش شرعي، لا تو لا بعد، وحاصرين أرواحكم. يا ربي زعما نربحو، هاك جماعة تحية بابا، يا ربي زعما نربحو، يا ربي زعما الرئيس يطلع من الدور الأول، لا الدور الثاني، مازلتو تسألوا يا مقر يا بهايم، يا جماعة القرد، حملتوا العار، هاو قعدت 80% من الشعب الكل تو ضدكم. هذه آخر الإحصائيات، 82.3 من الشعب التونسي رافض البقاء قيس سعيد. أما انتخابات تحكي عليه؟ واحد زعما زقفوني هكا، جماعة يحيى باباي زعما نربحوا، هادي تجري واحد، هادي حطهم في الكل في الحبس، هادي الشعب مقاطع فاش تحكي، ورقم ثلاثة ومهبط وكل الدعم، إيش من دعم؟ يقطع دبركم ان شاء الله، يا وجوه الفقر يحيى باباي.